السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة مطبخ ريندا. كنتمناكم تكونوا في صحة وعافية نتوما والحباب ديالكم، واللي كيشاهد الفيديو لأول مرة فما تنساش تضغط على الاشتراك لايك وتبارطاجي مع الأحباب ديالكم. اليوم جبت لكم وصفة سهلة جدا ونيفو دو ديفيكولتي ديالها صفر. دونك نبداو على بركة الله بالمقادير. غادي نحتاجو الكاس ديال الطحين ديال الفينو وكاس ديال الطحين رطب. شاش قلت لكم سهلة مهلة، شوية ديال الملحة، معلقة كبيرة ديال الزيت، شوية ديال البزار، ونص معلقة صغيرة ديال الخميرة ديال العجينة. غادي نبداو نوجدو العجينة ديالنا اللي غادي نصاوبو بها الميني بيتزا. هاد العجينة فهي كتصدق بعينيكم مغمضة، يعني يكفي انكم تخلطوها مزيان ودلكوها مزيان، كتخليوها ترتاح واحد 15 دقيقة وكتبداو ديك الساعة تشكلوها كيف ما بغيتو. هانتوما غادي تلاحظوا معايا بان العجين غادي تلقاوها في الاخر رطبة بزاف وفليكسيبل بزاف بزاف، وكتجي هشة ورطبة وفي نفس الوقت فيها في الجوانب واحد القرمشة، يعني سهلة جدا، ما تحتاجوا ليها لا حليب ديال الغبرة ولا الحليب سائل، يعني ما تحتاجوا لا حتى شي حاجة من هادشي كامل، بلا بيض بلا خل بلا حتى شي حاجة، فقط الفينو الدقيق شوية ديال الزيت والملحة، وكتنسموها يا إما بالبزار ولا بشوية ديال الزعتر على حساب المتوفر عندكم ولا على حساب الاختيار ديالكم. كتستمروا في الدلك ومن بعد كديروها في بلاستيك غذائي وكتخليوها كترتاح لديك المدة ديال 15 دقيقة. غادي نبدأ نوجد الصلصة ديال البيتزا ديالي، فحتى هي سهلة جدا، بحيث انه كنقطع مطيشة على 4 ولا على 8، كنخليها بحال هكاك بالزريعة ديالها بالقشرة ديالها، كنغسلها وكنقطعها وكنوضعها في الخلاط الكهربائي، فقط كنضيف عليها الربيع والثومة، معلقة كبيرة ديال مركز الطماطم، شوية ديال البزار، شوية ديال الخرقوم، شوية ديال الملحة، وهلا صوص طوماط ديالي واجدة. مني طحنوها في الخلاط الكهربائي ما تحتاجوش انكم تصفيوها، ولا حتى هذوك القشور ديال المطيشه راه ما كيبقاوش باينين لانهم كيتطحنوا مزيان، لان نتوما غادي تلينوها مزيان في الخلاط الكهربائي. باش تطحن لكم مزيان كنصحكم انكم تزيدوا معها تقريبا واحد نص كاس ديال الماء، وكنضيف هنايا شويه ديال الزيت، معلقه ديال القزبر ومعدنوس، وكنخلط وكنخليها تغلي. مني كنشوف بانها غلات وبان المستوى ديالها نقص كنضيف ليها تما تقريبا 3 ديال المكعبات ديال السكر، وكنسمها بشويه ديال الزعتر. ثقوا بيا انكم الا جربتوا هاد الصلصه غادي تولي عندكم معتمده، وغادي تستغناو على الصلصه اللي كتكون كتباع جاهزه في المحلات ديال البيتزا، لان هادي كتجي لذد منها وكتجي في لا تيكستور بحالها. خليكم معايا باش تشوفوا الدرجه ديال الحموره ديالها وكيفاش كتجي عقده وخضره. في هاد الاثناء راه وجدت لاصوص ديالي طوماط وخليتها كتبرد، وجيت باش غادا نبدا نسرح ولا نطلق العجين ديال البيتزا ديالي. كندهن سطح العمل بالطحين وكنبدا نايطالي العجينه بالمدلك. الا ما توفرناش على المدلك هي كتكون رطبه وخفيفه لدرجه انك يمكن لك تسرحيها غير بيدك، ما تحتاجيش المدلك نهائيا. نحاولوا ما نخليوهاش غليظه وفي نفس الوقت ما نديروهاش تكون رقيقه بزاف. فمن خلال الفيديو يمكن لكم تشوفوا شحال كتجي خفيفه ورطبه. كنبدا نقطع بالقطاعه ولا لومبورت بيس، كنبدا نقطع بها هنايا القطع ديال العجين اللي غادي نديرهم بيتزا، تنثقبهم بشوكة، يعني الطريقة الكلاسيكية، وكنبدا نعمرهم. انا هنايا درت لاصوص طوماط اللي وجدناها توتالور، وكندير هنايا درت شوية ديال الطون، شويت واحد الفلفلة وقطعتها بحال هكاك شرائح طويلة، تندير الفرماج وزيتون كحل، وهالي ميني بيتزا ديالي، ولا اسهل ولا اروع، واجدين.
كنتمنى ان الفيديو ديال اليوم تكون عجبتكم. مع السلامة وإلى اللقاء.